فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل عزير نبي أم لا؟ اختلفوا فيه، منهم من يقول إنه نبي ومنهم من يقول إنه عالم من علماء بني إسرائيل، وحفظ التوراة عن ظهر قلب، فقالوا إنه يوحى إليه، لأن التوراة ما يمكن حفظها، صعبة، أي مثل القرآن يسره الله. فيقولون إنه لما حفظ التوراة زعموا أنه نبي وأنه يوحى إليه. الله أعلم. نعم.